اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هو ذا الآن دلوقتي وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. الرب يسوع أرسل رسالة إلى ملاك كنيسة برغامس في سفر الرؤيا إصحاح 2 وعدد 13. قال له: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني، حتى في الأيام التي فيها أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. بالرغم يقول كده وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، يعني إيه؟ يعني إنسان أو كنيسة الذي يحكم المكان اللي موجود فيه هذا الأسقف أو ملاك الكنيسة أو شعب الكنيسة، أين تسكن حيث كرسي الشيطان، يعني بلد بيحكمه شيطان في صورة إنسان. جايز يكون شيطان الإرهاب، شيطان الكراهية، شيطان القتل والذبح، شيطان النجاسة، لكن بالرغم كده يقول له: أنا عارف أعمالك وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. عشان كده أحبائي، اوعى تخاف إن الشيطان هو اللي في الصورة، وإن دلوقتي العالم اللي وضع في الشرير أصبح الشيطان في صورة أناس وحكام كثيرين بيحاولوا إن هم يتعبوك، يضطهدوك، بيحاولوا إن هم يضعوك في عالم ملآن بالشر والكراهية والحقد والضغينة والإرهاب. لكن الكنيسة دي، كنيسة برغامس، بالرغم ان الرب يسوع بيقول لها واين تسكن، انا عارف اعمالك واين تسكن حيث كرسي الشيطان، لكن انت لم تنكر اسمي، انت متمسك باسمي ولم تنكر ايضا ايماني. حقيقة انا عايز اقول حاجة، مش بس يعني حيث كرسي الشيطان يسكن، حتى الشيطان نفسه، ما تخافش من قص الشيطان ولا من الشيطان نفسه. ليه؟ لأن الحقيقة أن المسيح هزم الشيطان هزيمة منكرة على خشبة الصليب. علشان كده في يوحنا 14:30 يقول إيه؟ لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. الكلام ده لا ينطبق على السيد المسيح فقط، ولكن على أولاده، لأنه أعطانا سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. حقيقة العالم زي ما قلت دلوقتي أصبح يماثل في شره أيام سدوم وعمورة، لكن لا تدع كرسي الشيطان يضعف إيمانك. خليك متمسك باسم الخلاص، اسم يسوع، تمسك باسم المسيح ولا تنكر إيمانك مهما كان سطوة الشيطان أو الإرهاب أو القهر أو الاضطهاد اللي أنت عايش فيه، علشان المسيح يشهد لك كده ويقول: أنا عارف أعمالك وأنت بتسكن حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. أنا عايز أقول حاجة، حتى
لو العالم اللي حولك كله شر وكله نجاسة، اوعى تنقاد الى شر العالم. انت عندك امثلة، زي مثلا مين؟ زي لوط البار. بطرس الرسول بيقول في بطرس 2 8 اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالافعال الاسيمة. يشوف الافعال الاسيمة وهو بيتعذب ولكن لا يحاكيها، ما يمشيش في الطيار ابدا. علشان كده حتى لو كنت انت موجود حيث الشر وحيث النجاسة، تمسك باسم الخلاص، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني، متمسك باسمي، اسم يسوع، اسم الخلاص، يسوع يهوى يخلص، الرب يخلص. عشان كده في أعمال 4:12 يقول إيه؟ وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يقولوا لك عن اسم حد تاني أو نبي أو غيره، قل لهم أنا متمسك باسم الخلاص، متمسك باسم يسوع المخلص، وأنت متمسك باسمي. والحاجة التانية، ولم تنكر إيماني. يا سلام على الناس اللي يكونوا عايشين تحت قسوة الاضطهاد والشر والعنف لكن ما بيخافوش، متمسكين باسم يسوع ولم ينكروا الإيمان. ما بينكروش الإيمان ليه؟ لأنه بيقولوا مع بولس الرسول لأني عالم بمن آمنت، أنا أعرف أنا آمنت بمين، وموقد أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لم ينكر إيماني، لأن الحقيقة عايز أقول حاجة في حتة مهمة خالص. المسيح قالها في بت 10:33، ولكن من ينكرني قدام الناس انكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ولكن ملاك هذه الكنيسة أو شعب هذه الكنيسة بالرغم من الاضطهادات وأنه بيسكن حيث كرسي الشيطان، ولكن كان متمسك بالاسم الحسن، وأيضا لم ينكر إيمانه حتى إن كان الأمر حيؤدي إن أنا من أجل تمسكي بالإيمان وشهادتي للمسيح ممكن إن أنا أستشهد من أجل المسيح. لو نرجع للآية تاني، رؤية 2:13 يقول إيه؟ يقول أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرش الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. طب أنت شيطان، وهو لازم هيكون فيه شهداء، بدل الشيطان هو اللي بيحكم، بدل الإرهاب هو اللي بيحكم، لابد أن يكون هناك شهداء. عشان كده بيقول له أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني، وقدمت شهداء منهم أنتيباس شهيدي الأمين. أنتيباس شهيدي الأمين. أنا عايز أقول حاجة، حتى لو كان الشيطان هو الذي يحكم، حتى لو كان الشر ملأ العالم كله، ولكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنت غالب بالمسيح، أنت منتصر بالمسيح. رؤية 12:11، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. غلبوه بدم الخروف، غلبوا الشيطان، غلبوا من يحكم باسم الشيطان وبكلمة شهادتهم. صوروا بقى كلمة الشهادة أيضا قوتها أقوى من قوة شياطين العالم كله، وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى إيه؟ حتى الموت. النهاردة مش أنا اللي بسألك، المسيح بيسألك، يقولك هل أنت متمسك باسمي؟
هل أنت لم تنكر إيماني؟ هل أنت مستعد أن تشهد لي حتى الموت؟ كن أمينا في شهادتك حتى الموت، فسأعطيك إكليل الحياة. يا ريت النهاردة ودلوقتي الآن قل له يا رب أنا أعلن أمام العالم كله إني متمسك باسمك لآخر نسمة في حياتي، هشهد ليك ولن أخاف الموت لأني عارف أين سأذهب بعد الموت. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هو ذا الآن دلوقتي وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. اليوم والآن.